سنة وحضراتكم طيبين. طبعا العيد دلوقتي دخل علينا، عيد يعني كحك، واحنا بنحب الكحك قوي، بنستنى العيد عشان ناكل الكحك. بس طبعا هنقول لكم ما تاكلوش كتير قوي، عشان طبعا اكل الكحك كتير بيتخن، فاحنا بالتالي بنقول العدد اللي احنا نقدر ناكله قد ايه. طبعا هنشوف النهارده طريقه تقديم الكحك، نبقى كلنا محتارين ومش عارفين يا ترى اخدها على مره واحده، اكلها ازاي، طب السكر اللي بيطلع منه هعمل فيه ايه، هتصرف ازاي، اوطي ايدي على الطبق، اعلي ايدي، اكل من بعيد. كل الحاجات دي هنتعلمها، مهم جدا ان احنا نعرفها. طبعا انا دلوقتي هقدم معاكم الضيوف اللي معانا النهارده. معانا مدام نهى وبنوتتها نعومي. ازيك يا نعومي؟ كل سنه وانتي طيبه. هنبتدي دلوقتي نقدم الكحك ونشوف الكبير والصغير بياكل الكحك ازاي. انا هعمل ايه؟ هدي النابكن. هنعمل فيها ايه نعومي؟ انا بديكي نابكن بنفردها على رجلينا، وريهم يلا ازاي. اتفضلي نفردها، اساعدك. برافو، كملي افتحيها. وبعد كده تحطيها ازاي؟ تحطيها على رجلك كده. طبعا انا بقدم الاطباق الاول للناس. اتفضلي. طبعا المفروض ان انا ادي مامي الاول. اتفضلي. وبعد كده ابتدي اقدم الكحك. وانا بقدم الكحك حلو قوي يبقى انا عندي الترابيزه بتاعت الشاي. لو انا عندي حاجه زي كده انا بحبها جدا، بيبقى شكلها لطيف جدا. بحط كل حاجه بتاعتي على ترابيزه الشاي، الاطباق والشوك والكحك بتاعي والبيتي فور وكل حاجه، وابتدي ازقها واقدمها للناس، او اودي الترابيزه زي كده احط عليها الحاجه. انا دلوقتي هاخد الكحك بتاعي وابتدي اقدم للشخص. انا بنزل ايدي وادي للشخص اتفضل، هو بياخد الكحكه بتاعته وبينزلها دايما. معلش مدام نهى، انا دايما ببتدي من قدامي، ما ينفعش اخد من اخر الطبق. ايوه بس خلاص، ما ده اللي مستيها لازم تنزل على طول. حاجه مهمه جدا كمان في الاتيكيت بنقولها، ما ينفعش ان انا امسك الحاجه اتفرج عليها واسيبها واخد اللي بعديها واللي بعديها، اللي هاخده على طول احطه في الطبق. اتفضلي بصبعين بس. برافو، حطها في الطبق. بيرفكت. اوكي، انا بقول للناس تتفضل الكحك كده، بقدم لهم الكحك وبنعلم ان احنا نمسك بصبعين، ما امسكش بالفرج، ما امسكش بكل ايدي وما المسش كل حاجه، لازم عيني تتحط واجيب اللي قدامي، ما اخدش من ورا. مهم جدا ده اتيكات. طبعا اول حاجه مش مفروض ان انا اعمل صوابعي كده خالص، مفروض ان انا اي كلوز، اقفل صوابعي خالص وانا باكل، بمسكها بصبعين بالظبط زي ما عملت. اوريدي بناكلها مش على بق واحد، مهم جدا ان انا اعرف اكلها على كذا مره زي ما هي بتعمل بالظبط. دي حركه بنشوفها في الولاد والاطفال، لطيفه جدا. حلو قوي يا نعومي ان انا اكل السكر، بس مش حلو ان انا قدام الناس اقعد الحسه كده. اوكي، ولا ينفع امسك السكر وانفخ فيه عشان هيطلع ويبهدل كل هدومي الحلوه الجميله بتاعت العيد، مش كده؟ والطبق ما ينفعش ان انا طبق يبقى على رجلي واكل عشان هيوسخ كل هدومي. ورينا بقى هترفعي الطبق ازاي، تمسكيه قدامك وبالايد الثانيه تمسكي الكحكه. برافو، امسكيها. اوكي، وقفلي الثلاثه دول. برافو برافو، حلو قوي. وبعدين بنطلع النابكن كده ونمسح بقنا كل شويه كده عشان ما يبقاش فيه ايه. برافو، وافرديها تاني، سيبيها تاني مفروده. يلا كملي. طبعا بنقول مهم جدا ان كل ام تاخد بالها من اولادها اللي موجودين معاها في مناسبه زي كده عشان ما نبهدلش للناس الاماكن. وفي نفس الوقت ربه المنزل كمان هي كمان بتاخد من قبلها من اولاد الناس. وكل سنه وحضراتكم طيبين وعيد سعيد ان شاء الله. اهلا بالعيد.